الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستثمرين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، المملكة الفقهية كان لابد يكون فيه الاختبار، والاختبار أصلا أيضا أنا قصرت فيه فأرجو عفوكم. قد يكون الاختبار بعد هذا الدرس بداية المجتهد، والدرس يعني كما قلنا أننا نسير به سيرا رويدا رويدا لا نطيله، وعدم الإطالة من أجل التمكين من التطبيق. ما زلنا في الصلاة ومعرفة أوقات الصلاة، ووصلنا من في الأوقات إلى وقت المغرب. فقال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة، اختلفوا في المغرب هل لها وقت موسع كسائر الصلوات أو لا، يعني وقتها موسع أم وقتها مضيق. المغرب لها وقت واحد، لأن المالكية يرون أن وقت المغرب ما يسع 3 ركعات الفريضة، وأيضا يسع 2 ركعتين للسنة فقط. هذا الذي يراه الأئمة المالكية. يقول: اختلفوا في المغرب، اختلفوا في وقت المغرب كما قلنا له، هل لها وقت موسع كسائر الصلوات أم لا، فذهب قوم إلى أن وقتها غير موسع. وهذا هو أشهر الروايات عن مالك وعن الشافعي أيضا، ولكن الشافعي له أيضا وجه آخر وقول آخر والقول الصحيح. وذهب قوم إلى أن وقتها موسع، وهو ما بين غروب الشمس إلى غروب الشفق، ما بين غروب الشمس إلى غروب الشفق، ولعل هذا هو الأرجح دليلا كما سنبين. وسبب اختلافهم في ذلك معارضة حديث جبريل في ذلك لحديث عبد الله بن عمر. طبعا هو حديث جبريل أصل، لكنه لم يأتي بأول الوقت وآخر الوقت، هو اهتم بالوقت المختار، وقت جواز، آخر وقت الجواز، لا آخر الوقت الذي يعني المختار، لا وقت الضرورة. فجبريل عليه السلام لما أمن النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب، فأمه في اليومين في وقت واحد، أمه في اليومين في وقت واحد، وكانوا هنا الاعتماد الكلي على إمامة جبريل، أنه أمه في اليومين في وقت واحد. قالوا: إذا وقت المغرب هو وقت واحد، لكن عندنا حتى هذا فعل، لكن القول جاءنا عن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، قال: ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، وهذا تصريح منه بأن وقت المغرب ما لم يغب الشفق فيه دلالة واضحة جدا على أمر عليكم السلام وكاته. يعني ما أدري هل الماجستير الذي شغلك أم الدكتوراه الذي شغلتك عن طلب العلم، أنت أصلا لابد أن تستزيدي من أجل الماجستير والدكتوراه، لابد أن يثقل العلم، لأنه أنا يزعجني جدا أن يتقدم الناس الدكتور أو صاحب الماجستير الضعيف علميا. لابد من الثقل العلمي، لا يتصدر ما إلا من تأهل. عامة هذا بداية المجتهد، وبعده سيكون الإفصاح ومادة غنية، فلا تتركوا مثل هذا، لكن الإفصاح بعدها بنصف ساعة إن شاء الله. ما في شيء بحضر متقطع، ما في شيء، ما ينفعش ما متقطع. هذا كاللبن الذي تقطع هل يشرب؟ الذي يحضر العلم متقطعا كاللبن الذي تقطع، وش الاستفادة باللبن الذي تقطع؟ يسر الله عليك. إذا عندنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. وعندنا حديث ظاهر جدا، الحديث الذي جاء عن أبي موسى وعن غيره، بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فانتظر، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أوقات الصلاة، فأخذه وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الوقتين، وقال: الوقت بين هذين الوقتين، يصلي في وقت الأولى في أول الوقت وآخر الوقت، وقال له: والوقت بين الوقتين. عليكم السلام وبركاته. والوقت بين الوقتين، لا أعرف أنك أشد الناس حرصا على هذا أيتها الهاشمية، جزاك الله خير. إذن هنا عندنا الخلاف بين العلماء في حديث جبريل وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي اخرجه مسلم. نعم، حديث جبريل طبعا في السنن، لم يخرجه الفريقان، لم يخرجه الامامان.
فلا بد أن نفهم في هذه المسألة على أن حديث جبريل حديث كما قال النووي لم يقصد به جبريل أول وقت أول الأوقات وآخر الأوقات، ما أراد ذلك. وعندنا حديث عبد الله بن العاص لا احتمال في محكم، قال ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، يعني هذا توقيت المغرب آخره إذا غاب الشفق، لأن غياب الشفق هو أول العشاء، غياب الشفق هو أول العشاء. ولنا حديث على العموم، ولنا حديث على العموم. حديث هذا على العموم هو قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن يترك الصلاة إلى أن يجيء وقت الصلاة الأخرى، إلى أن يجيء وقت الصلاة. وهذا فيه دلالة واضحة جدا كما قلت على الإظهار الصلاة، أن صلاة المغرب كأي صلاة لها، يعني صلاة وقت صلاة المغرب لأنها لها وقتان كما في كل صلاة لها وقتان. إذن هو الخلاف في مسألة صلاة المغرب لها وقت واحد، المالكية قالوا بذلك واستدلوا بحديث جبريل. والحق أنا أقول أصلا فاصل الخطاب في الأحكام لابد من الأملام شمل الأحاديث، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول إنما التفريط في اليقظة أن يترك صلاة إلى أن يجيء وقت الصلاة الأخرى، هذا وظاهر جدا أن كل صلاة لها وقتان. قالوا الفجر، قلنا الفجر خرجت بالإجماع، الفجر لما خرجت خرجت بالإجماع، والوقت بين هذين الوقتين حديث ظاهر جدا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عندما سئل على الوقت الأول والوقت الأخير لا على غرار صلاة جبريل. وأيضا قد تكلم وقال وقت المغرب ما لم يغب الشفق، فالراجع الصحيح وقول الجمهور وأن صلاة المغرب أيضا لها وقتا، وأنها ممتدة من سقوط آخر شعاع الشمس، من حاجب الشمس، من سقوط حاجب الشمس إلى 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 غروب الشفق. لكن أيما شفق؟ عندنا شفقان، شفق أحمر وشفق أبيض، كما عندنا فجران، فجر صادق وفجر كاذب. فالحق أن نقول المقصود هنا الاختياري، يعني الاختياري وقت واحد، إنما هو الاضطراري نعم آخر وقت وما لم تغب ما لم يغب الشمس، لكن يكون قد أدركها في وقتها، يكون قد أدركها في وقتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. فنقول ومن صلى ركعة قبل من المغرب قبل غروب الشفق الأحمر فقد أدرك المغرب، فقد أدرك المغرب، وذاك فضل الله يؤتيه ما شاء. ففيها دلالة واضحة جدا على أن وقت المغرب كما قلنا ليس وقتا واحدا كما قالت المالكية، بل للمغرب وقتان، وآخر وقتها غروب الشفق الأحمر أو الأبيض على الخلاف بين الحنفية، والصحيح الراجح هو غروب الشفق الأحمر. وقلنا الحديث العام ضبط لنا ميزانا لجميع الصلوات بقوله بأبي هو وأمي حينما قال صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن يترك الصلاة إلى أن يجيء وقت الصلاة الأخرى. قال والمسألة الرابعة في وقت العشاء، اختلفوا في وقت العشاء الأخيرة في موضع. أما كما قلت الإجابة عن حديث جبريل، أن جبريل ما أتى يعتني بأول وقت وآخر الوقت، يعني ما كان مقصد أسمى لجبريل المقصد في الصلاة أنه يجعل يعني أول وقت وآخر الوقت. واختلفوا في وقت العشاء الأخيرة في موضعين، أحدهما في أوله والثاني في آخره. أما في أوله فذهب مالك والشافعي وجماعة إلى أنه مغيب الحمرة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه مغيب البياض الذي يكون بعد الحمرة. يعني عندنا شفقان كما قلت، كما عندنا فجران، فجر صادق وفجر كاذب، عندنا شفقان، شفق أبيض وشفق أحمر، واختلافهم بسبب الاشتراك في اللغة. اللغة لا تفصل هنا الآن، لأن الشفق يطلق على الأحمر ويطلق على الأبيض، كما أن الفجر يطلق على المستطير اللي هو الكاذب أو المستطيل اللي هو الصادق. وأتكلم على كلام الخليل وغير هذا ما يعنينا فقهيا، يعني هو الذي يعني قاله الجمهور الغياب غياب شفق الشفق الأحمر. واستدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء عند مغيب القمر في الليلة الثالثة، وهذه لا تكون إلا عند الشفق الأحمر.
ورجح أبو حنيفة مذهبه بما ورد في تأخير العشاء واستحباب تأخيره بقوله لولا أن أشق على أمتي لأخرت هذه الصلاة إلى نصف الليل، لولا أن أشق على أمتي لأخرت هذه الصلاة إلى نصف الليل. هم يستدلون بذلك على أن المقصود بذلك هو أن يدرك أول الوقت هو غياب الشفق الأبيض، والصحيح الراجح أن غياب الحمرة من السماء هو أول وقت العشاء، وورد به مصرحا بنص عن بأثار ثبتت عن النبي المختار، فهو بغياب الشفق الأحمر بغياب الحمرة، فغياب الحمرة هي التي تستقبل بها أول وقت العشاء، غياب الحمرة هي التي تستقبل بها أول وقت العشاء. وهذا راجح صحيح، الراجح الصحيح هو أن أول وقت العشاء غياب الشفق الأحمر، كما قلت جاء ثبت الأثر عن النبي المختار بذلك. كما اختلفوا في أول الوقت اختلفوا أيضا في آخر الوقت، ورد بنص صحيح حتى أبين عن هذا الباب. ورد بنص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عمر رضي الله عنه رضاه أن النبي قال الشفق الحمرة الشفق الحمرة، وإن كان الحديث اختلف فيه مرفوعا أو موقوفا، ولو كان فالرواية من عبد الله بن عمرو بن العاص وعمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أن عمرو بن العاص هو الراوي في بعض الروايات موقوفا عليه، وهو راوي الوقت وقت المغرب وقت الشفق، فعندما يقول الشفق والحمرة الراوي أعلم بما روى، تطبيق القاعدة هنا الراوي أعلم بما روى. الإنسان الحديث لم نعم، لكن الصحيح أن آخر وقت العشاء إلى الفجر كما سيأتي. عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة، وهذا تنصيص، هذا تنصيص في المسألة، يعني هذا تنصيص في المسألة، صححه ابن خزيمة وابن حبان، وقال الترمذي أو غيره قال هو موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص، وكما قلت جاء التنصيص، فالتنصيص فاصل في الخطاب، التنصيص فاصل في الخطاب، قال الشفق الحمرة، فالصحيح أن آخر وقت المغرب غياب الشفق الأحمر، آخر وقت المغرب غياب الشفق الأحمر. هذا الاختلاف بينهما في مسألة أول وقت العشاء. أول وقت العشاء قلنا الصحيح في أول وقت العشاء هو خروج وقت المغرب، وهو بغياب الشفق الأحمر. واختلفوا أيضا في آخر وقتها، فاختلفوا فيه على ثلاثة أقوال أيضا، على أنه ثلث الليل. نحن يعني سامحونا سنأخذ هذا، نأخذ الترمذي والنسائي أيضا، حتى لأنني أريد أن أذهب إلى العلاج الطبيعي اليوم، ما أريد أن أتأخر كل هذا التأخر على العلاج الطبيعي من أجل يدي، سامحوني. فنأخذ درسين مع بداية المجتهد حتى، وبعدين نذهب إلى الإخوة لنعطي الإفصاح كما نحن في نفس درسنا، فسامحونا يعني. أما آخر وقتها، عليكم السلام وبركاته، أحسن الله عليك، حيا هلا وأهلا وسهلا. آخر وقتها اختلف العلماء في آخر الوقت على ثلاث أقوال، القول الأول هو ثلث الليل، وقول ثلث الليل هذا قول الشافعي، وقول مالك أيضا، مالك يتمسك بهذا، والقول الثاني هو نصف الليل، والحق أن القول الثالث هو إلى الفجر، وهذا أسعد الناس بالدليل من قال أن آخر وقت العشاء الفجر. من قال ثلث الليل هذا قول للشافعي، قول للشافعي، وهو قول أبي حنيفة وهو المشهور من مذهب مالك. وأما يعني المعتمد عند المالكية هو نصف الليل، المعتمد عند المالكية هو نصف الليل، وأيضا عند الحنابلة يقولون بنصف الليل. وأما داود وواجه عند الشافعية ورجحه النووي هو أن آخر وقت العشاء إلى طلوع الفجر، وهذا قول داود الظاهري. وسبب الاختلاف في ذلك تعرض الآثار، بأن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول غياب الشفق، ثم صلى في اليوم الثاني إلى ثلث الليل، صلى في الوقت الثاني، وقلنا حديث جبريل لا يكون فاصلا في النزاع في آخر الوقت، لأنه ما أراد آخر الوقت، هو أراد أول الوقت. رضي الله عنك وفاء، أحسن الله عليك، رضي الله عنكم، عليكم السلام ورحمة الله، تأخرت جدا يا أستاذ أمينة. وسبب الاختلاف في ذلك تعرض الأثار، حديث جبريل أنه صلى في الوقت الأول حين غياب الشفق، وصلى في الثاني حين جاء ثلث الليل الأول. وهناك قول، وهنا الاختيار، نشوف آخر وقت الاختيار هنا، قال أنس صلاة أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، وهذا أخرجه البخاري أيضا من حديث أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل،
لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء لنصف الليل. في قولي لأخرت العشاء لنصف الليل تعلمون أن من أحاديث العامة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن أفضل الصلاة على أول وقتها، إن كان الحديث في ضعف لكن يعني فيه استئناس أنه أفضل الأوقات أنه إلى نصف الليل. فإننا نقول في هذا الباب ده معناه أنه ليس آخر الوقت بل هو في أول الوقت، قد يقال ذلك لأن الفضيلة لا تكون في آخر الوقت. وقال لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء نصف الليل، هذا لا يمكن أن تكون الفضيلة في هذا، لا يمكن أن تكون الفضيلة في هذا. لكن الصحيح أن نقول ما احتج به داود الظاهري بقوله ليس في النوم تفريط إنما تفريط في اليقظة. يبقى إذن الذين احتجوا بأنه آخر وقت العشاء ثلث الليل الأول احتجوا حديث جبريل، والذين قالوا آخر وقت العشاء نصف الليل هو بقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأخرت الصلاة العشاء إلى نصف الليل، وكل ذلك لا يدل على أن هذا آخر الوقت. جاءنا حديث فاصل في النزاع وهو في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة، أن يدع الصلاة يتركه طواعية، أن يدع الصلاة إلى أن يجيء وقت الصلاة الأخرى، لأن يجيء وقت صلاته. وهذا كما قلت فاصل في النزاع. فالصحيح الراجح في هذا الباب هو قول الظاهرية وواجع الشافعي ورجحه النووي أن آخر وقت العشاء هو الفجر. لذلك قال المصنف فمن ذهب مذهب الترجيح لحديث إمام الجبريل قال ثلث الليل، ومن ذهب مذهب الترجيح حديث أنس قال شطر الليل اللي هو القولي. وطبعا لو قلنا بالترجيح القولي يقدم على الفعلي، إذ الحديث القولي أقوى من الحديث الفعلي. وأما أهل الظاهر فاعتمدوا على حديث أبي قتادة وقالوا هو عام وهو متأخر عن حديث إمام جبريل فهو ناسخ، والحق أنه ليس بناسخ لأن جبريل عليه السلام لم يقل أن هذا هو وقت آخر وقت العشاء حتى يكون ناسخا، والعمل بكل حديث هو الأفضل. في هذا الباب نقول أفضل وقت مختار له هو ثلث الليل، هذا أفضل وقت مختار لصلاة العشاء. ولذلك هو يقول إن لم يكن ناسخا فتعرض الآثار يسقط حكمه، هذا خطأ مبين والجمع وارد. يقول فيجب أن يصار استصحاب حال الإجماع، وقد اتفق على أن الوقت يخرج لم جميعا اتفق على أنه يخرج بعد طلوع الفجر، فاتفقوا على ذلك واختلفوا فيما قبله فإن روينا عن ابن عباس أن الوقت عنده إلى طلوع الفجر فواجب أن يستصحب حكم الوقت إلا حيث وقع الاتفاق، والصحيح. وقال بها أبو حنيفة أيضا قال بأن آخر وقت العشاء الفجر هو وهم أسعد الناس بالدليل، ولو قلنا ربما ذلك ما يصح، فأين الفضيلة فيها؟ أين الفضيلة فيها؟ الصحيح الراجح هو أن صلاة العشاء تبدأ من غروب الشفق الأحمر، هذا أول وقتها، وتنتهي آخر الوقت أن يدرك ركعة قبل طلوع الفجر الصادق. فيقال هنا من أدرك ركعة من العشاء قبل طلوع الفجر الصادق فقد أدرك العشاء، هذه المسألة الثانية المهمة في مسائل بداية المجتهد للملكة الفقهية. وكان في اختبار لابد أختبر، لكن أثرت أن أعطي الدرس على الاختبار، الاختبار يكون وقت آخر إن شاء الله، ممكن يكون غدا صباحا إن شاء الله، أفضل لي. ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.